السلام عليكم، كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية وأنتم عم تشاهدوا معي هذا الفيديو. أنا محمد تم وتحياتي للجميع. بهذا الفيديو يا جماعة رح نحكي عن دولة لاتفيا وعن المهاجرين اللي دخلوا دولة لاتفيا من بيلاروسيا. إذا كان الفيديو مهم لك بتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بخصوص لاتفيا والمهاجرين اللي عم يدخلوا لاتفيا من بيلاروسيا، أعلنت حكومة لاتفيا حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا. طبعا خبر اليوم 10 أغسطس 2021 حوالي الساعة 3:30. في ضوء التدفق المتزايد بسرعة للمهاجرين غير الشرعيين، أعلنت حكومة لاتفيا حالة الطوارئ على الحدود بين لاتفيا وبيلاروسيا يوم الثلاثاء. حالة الطوارئ من 11 أغسطس إلى 10 نوفمبر في مناطق لوتسا، أوكس دوغافا، غراسلافا ودوك غافبليس. قال رئيس وزراء لاتفيا إن حالة الطوارئ تعني إغلاق الحدود بين لاتفيا وبيلاروسيا أمام الجميع تقريبا. ستساعد القوات المسلحة الوطنية وشرطة الولاية حرس الحدود على منع الهجرة غير الشرعية بقرار حكومي. سيتم تمديد صلاحيات حرس الحدود الدولة. هون نقطة كتير مهمة يا جماعة، بتمنى منكم الانتباه. كما سيتم تمديد صلاحيات حرس الحدود، سيكون للمسؤولين الحق في توجيه الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني للعودة إلى البلد الذي يحاولون القيام بذلك منه، واستخدام القوة البدنية والتدابير الخاصة إذا لم يتم اتباع تعليماتهم. يعني يا جماعة بشتى الطرق راح يحاولوا يرجعوا المهاجرين من وين ما اجوا، وإذا ما التزموا بالتعليمات سيكون في استعمال القوة البدنية وتدابير الخاصة على حسب تعبيرهم. بالإضافة إلى ذلك، لن يطلب من المسؤولين في تلك المناطق قبول طلبات اللجوء. يعني لاتفيا قوانينها طلعت أكثر صرامة يا جماعة، يعني طلعت أسوأ من ليتوانيا. ترجيع المهاجرين ورفض طلبات اللجوء يعني حقيقة صدمة للاجئين. في الفترة ما بين 6 إلى 10 أغسطس آب الجاي، يعني قبل مبارحة بأربعة أيام، أيام 6 الشهر، 7 الشهر، 8 الشهر، 9 الشهر و10 الشهر، اعتقل حرس الحدود في لاتفيا 283 شخصا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع بيلاروسيا. في الأسبوع المقبل سيعقد وزراء الاتحاد الأوروبي محادثات بالفيديو حول تدفق المهاجرين. إذن في اجتماع كتير مهم عبر تقنية الفيديو بين وزراء الاتحاد الأوروبي بخصوص الموجة الأخيرة للاجئين والمهاجرين لعبور الدول الأوروبية باتجاه الداخل الأوروبي. إذن يا جماعة قوانين لاتفيا طلعت أكثر صرامة، طلعت أكثر صعوبة من دولة ليتوانيا. يعني لحد الآن قالوا رفض لطلبات اللجوء وتشديد الحدود واستخدام كافة الأساليب لإرجاع المهاجرين. كما هناك يا جماعة أنه قالوا المهاجرين اللي أجوا لعندهم 283 رح يعتنوا فيهم من أكل وشرب ومنامة. إذا يا جماعة هذا كان الوضع على الحدود بين بيلاروسيا ودولة لاتفيا. انتبهوا يا جماعة، في فرق بين لاتفيا وبين ليتوانيا، دول صغيرة اقتصادها ليس بالاقتصاد الجيد. يعني في أشخاص عم يقولوا شو مميزات ليتوانيا ولاتفيا لحد عم تحكوا عليهم، يعني ما في لهم مميزات يا شباب، اقتصادهم ضعيف جدا. يعني اللاجئ والمهاجر ما عم يقصد يجي يعيش بلاتفيا ولا بليتوانيا، اللاجئ هدفه يروح على داخل أوروبي على دول تانية قوية اقتصاديا، فيها فرص عمل، فيها فرص للدراسة، وفيها الحياة تكون أفضل. بهيك وصلنا لهذا الفيديو شباب، بتمنى الفيديو يكون مفيد للجميع. نلقاكم بفيديو تاني، والسلام عليكم.